فبس يعني انا عايزاكي اه نرجع إيه؟ تاني لنقطه انه ايه الحاجات اللي انت بتقدميها زياده في الرحلات بتاعتك. بصي انا من اول لما بنزل البرنامج في الايفنت وبنزل سوري الايفنت عموما بكل تفاصيله ببقى ملمه جدا ان احنا اي مكان نروحه ناخد كل اللي فيه خريطه. يعني انا ببقى ماشيه بالخريطه. احنا رايحين مثلا سيب مثلا النهارده وفي جوله رمضانيه رايحين شارع الصليبه اه احنا هنصلي التراويح بس هناخد كل المعالم اللي موجوده في الشارع ونشوفها كلها هكذا. لما بروح اي حته خارج القاهره ببقى ملمه جدا جدا ان احنا نروح كمان اماكن مختلفه. يعني احنا كنا اول جروب نروح مدينه فوة في كفر الشيخ. دي مدينه اثريه معروفه بالكليم والجبلان. مدينه رشيد في محافظه البحيره. القصير في البحر الاحمر. كنا احنا برضو اول جروب نربط ما بين البحر الاحمر والصعيد. يعني انا مره بالمناسبه في الرحله دي قصير دي مدينه كبيره في البحر الاحمر هي بعد الغرق بعد سفاجه وبعد قبل مرسى علم. ففي الرحله كنت حاطه في يوم هنروح معبد دندره في قنا. الناس مش مستوعبه ازاي هي ما هو الصعيد اصلا هي دي بقى الجغرافيا هي دي الجغرافيا ان انت بتربطي كمان الحتت القريبه من بعض ونروحها مع بعض. القصير اتسمت القصير علشان هي اقصر مسافه ما بين وادي النيل محافظات اللي هي الصعيد والبحر الاحمر. اوكي. وعشان كده هتلاقي دايما معظم اللي شغالين في مرسى علم العاملين والغردقه مصعيده اسوانيين او الاقصر اه بالنسبه لهم هي دي مش سفر هو ساعتين رايح ساعتين رجع. يعني نقدر نقول ان اللي انت بتعمليه ان انت ممكن تكوني بتروحي الاماكن اللي مش واخده نفس الضجه او نفس الاقبال بتاع الناس عليها اماكن ما تبقاش معروفه قوي وانت بتوفري لهم المعلومات الجغرافيه والتاريخيه عن المكان ده. بالظبط. مظبوط. بالظبط. ولو في بقى زيارات زي مثلا الاهرامات الحاجات دي طبعا انا مش دارسه مصر قديم فبالتالي بستعين بمرشد سياحي. اوكي. اه بالظبط. كنت لسه اقول لك ايه الفرق ما بينك وبين المرشد السياحي؟ يعني المرشد السياحي يمكن دارس الموضوع اكتر وملم معلومات اكتر في الاماكن الاثريه. المرشد السياحي متخصص في مصر القديم. بص الجغرافيا هي دي عالم بقى. لسه كنت بتكلم امبارح مع صديقه ليا بقولها في فرق ما بين المعرفه والمعلومه. انت النهارده مثلا مش دارس طب فلازم تدرس طب علشان تقول المعلومه صحيحه. المعرفه ان انت بتعرف معلومات من تخصصات كتير تاريخ جغرافيا ترميم اثار. معلومات مش لازم ان انا ادرسها يعني مش لازم ان انا اخد 4 سنين في التخصص اجمع معلومات عامه قراءه هي دي. وده اللي خلاني احب جغرافيا لو انتوا طبعا اكيد عارفينه كتاب الاطلس المدرسي فاكرينه انت بتحبيه لوحدك لاني هو ده اللي خلاني احب قوي شكل الخرايط من زمان الكره الارضيه ايوه بالظبط كنت عايزه اعرف ايه ده ازاي الخريطه اتعملت وازاي رسموا دي كده فالشغف من زمان